العنوان التونسي نتاع الفيلم نتاعي pour la commercialisation عملت له زاد ان تيتر فرونسي اسمه لو سينيمونت pour la commercialisation distribution نتاعو لبرا. Alors, علاش باب الفله تتفهموا علاش في الفيلم يظل نخليكم تتفرجوا فيه تتفهموا علاش الاحداث نتاعو هي بون تصير في 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 حومة عربي في باب الفله مي بون ما صورتش انا برشا في باب الفله على خاطر جي با بري لاسباس نتاع باب الفله باش نصور فيه معناتها صورت اكثر في 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 المدينه وفي بقايا اخرين لكن انا انطلقت من من حومة عربي انا ولد المدينه دونك صورنا غاديكا بعد نكتشفوا لي انا مانيش قاعد نحكي على حومة عربي معناتها قاعد نحكي على حاجه اكبر من حومة اللي هي تمثل بلاد كامله القضايا المرفوعه في في الفيلم هذا معناتها ما تخصش حومة برك تخص بلاد كامله وفما برشا ممثلين برشا ممثلين خذيت في الفيلم هذا خاطر لو برانسيب كان واضح معناتها القضايا اللي قعدت نحكي عليهم في الفيلم هذا حبيتهم يكونوا شخصين في شخصيات والحق تفهمت انا والمنجم من نهار الاولاني على اساس انا نخدموا اكثر مع الـ مع لي كوميديان بروفيسيونيل يا اوكين ريزون كيصير فيلم معناتها ما هما اخر عباد ربي نبداو نعيطوا لهم نعيطوا زوز ثلاثه المعروفين الاخرين باش نزينوا بهم الفيلم ومن بعد هيك لان جو سوي بارتي دان برانسيب اللي يدخل في الفيلم حتى يقول السلام عليكم يكون ممثل باش يمثل جانب من جوانب اللي القضايا اللي قاعد نحكي عليهم انا في الفيلم هذايا بقينا العدد كان كبير كان كبير عندي من بون ترونتين دو كوميديان فيهم التوانسة فيهم الأجانب عندي ممثلة من المغرب لا هو معناتها يقعد في التاريخ متاع الفيلم هذا هو مش ترفض السيناريو معناتها قلق السيناريو قلق لا كوميسيون قبل قلقها ومعناتها يعيو دي نيغوسياسيون على شخصيات لازمتهم يتنحاو فيه الايبوك انا كان المنتج نتاعي المرحوم حميد عطية وحميد بون الى اسي دو فير ان ديل باش نشوفوا كيفاش نلموها القضيه هذه باش يتعمل الفيلم انا رفضت باش تتمس السيناريو ويتمس الشخصيات اللي فيها على خاطر حتى الشخصيه اللي تقلق قضيه محوريه خاطر نوفى بها الفيلم معناتها القتله كامله نتاع الفيلم تجي معاه حتى بو مو سيتي اكسكلو باش يتنحل الشخصيه هذه مي تبقينا بون هذا سافي بارتي دو ليستوار دو سو فيلم انا عاودت قدمته عند 2009 والحق الاشكاليات اللي كانت يمثلهم الشخصيات في عام 97 ولو ما عادش يقلقوا وخذيت الدعم عليه وكان من بين سيناريوهات الاولانيين معناتها لي اليونانيميتي معناتها خذا الدعم انا بديت نصور في جانفي 2011 بدينا النهار الاولاني بون احنا وقت اللي خرجنا سيتي لا بيريود نتاع الكوفر فو ولازم تمضي ثلاثه نقصوا على خاطر الخمسه يبدا الكوفر فو في تونس نهار الاولاني بدينا باش نبداو نخدموا زدمه العباد نصور في البطان وقتها زدمه العباد وفما برشا مشاكل في الزون هذيك هكا قصينا التورناج وتعرفوا شنو اللي صار لوندومان دونك ترستنا قعدنا مع توقفنا التورناج كامل مده طويله رجعت في سبتمبر حتى لين حطونا وزير ساعه مع الحكومه نتاع سي باشا قايد سبسي جابونا سي عزيم باشاوش كان اخر وزير على فكره يتعين وزير الثقافه حطونا سي عز الدين ومن بعد كان لو طون دو ريبروندر لي دوسيي ويشوف توفى شويه مشاكل في وزاره الثقافه وكل شيء دونك انا ربري لو تورناج ان فان دو كونت في سبتمبر صورت حتى نوفمبر وبعد قصينا التورناج ورجعت في جانفي 2012 pour une semaine على خاطر عندي الممثل الرئيسي il devait partir معناتها في بيريود نتاع ريجيم عمل ريجيم وقفت التورناج انا دو موا عمل ريجيم باش ينجم نخدم به البارتي الاخرى نتاع شخصيته اللي هي معناتها
بعد 20 سنة. اليوم ما في ما يأثر de toute façon qu'est-ce que ça va changer ثورة ولا مغرب ثورة honnêtement. ما تيا rien à part توا ولات شوية حرية أكثر نتاع التعبير. الأوضاع هي المشاكل هي ما القضايا اللي قاعد نطرح فيهم في الفيلم مع الأسف ما هيش الثورة هذية اللي باش تغير والإشكالية اللي بالنسبة لي أنا كو جو تروف مالوغو حتى في القاهرة. سألني نفس السؤال فما جورناليست مصراوي سألني نفس السؤال قلت له أنا لو كان نحي اللهجة التونسية نحطها أي لهجة مغربية جزيرية يمنية مصرية الفيلم ينجم يكون مصراوي ينجم يكون مغربي على خاطر سي لي ميم بروبليم دون طول لو موند عرب اللي يطرحهم الفيلم هذا المشاكل نتاع موت الثقافة المشاكل نتاع قلة التحضر المشاكل نتاع لا بيغ دي فالور المشاكل نتاع التخلف برشا مشاكل معناتها الكورة معناتها كل شيء هذا معناتها سي با سبيسيفيك لبلادنا معناتها هذايا قاعدين نعانيو فيها العالم العربي الكل. ما كنتش برشا سخون للمغامرات نتاع لي لون ميتراج على خاطر كي قدمت السيناريو نتاعي وصارت عليها المشاكل ختمت حاجات اخرين مشيت نخدم في البوب اكثر. صحيح الدعم ناقص ياسر بالنسبه للسينما التونسيه الدعم على خاطر الدعم قاعدين اللي راهو فيه نحنا معناتها كله ماشي على كاهل وزاره الثقافه. وزاره الثقافه يظهر لي ما تجمش تكون الممول الوحيد للسينما التونسيه لازم معناتها اون تراديسيون تتخلق عند الشركات باش يدخلوا معنا في انتاج الافلام باش يعاونونا في سبونسورينغ معناتها سيت اون كولتور معناتها لازم تتعمل بيان سور هذوما اصحاب المؤسسات لازم يلقاو حوافز ليهم هما زاده باش معناتها يفو كري توت اون ستركتور بوليتيك اللي تقدم الحكايه هذه وتسهل لي سبونسور باش يدخلوا معاك في فيلم مثلا ويعاونوك على فيلم تتنحى لهم لي زامبو نتاعهم معناتها يا دي انسيتاسيون اللي يلقاو رواحهم هما ونحنا نلقاو معناتها على شكون نتركزوا. اما وقت نحنا قاعدين توا مع تسيق وحده نركزوا عليها هي الوزاره والبقيه على كل شيء تمويل على حسابنا وتمويل الفيلم معناتها مش حاجه سهله. يجيو تفرجوا فيه بو سوري ان شاء الله اغريابلمون سوربري. سي ان فيلم ديفيسيل مي سي ان فيلم معناتها كيفو لارجمون لا بين دتر فيو. مازال فيه كيف الافلام التونسيه الاخرين اللي مشاهد اباحيه تحسها باراشوتي ما فيش حتى بوس الفيلم حتى باختصار لا ما جو كرو كو سي با لو بروبو دو سو فيلم سي با لو بروبو دو سو فيلم مي يطرح معناتها موضوع بوكو بلوس على حالتنا نحن التوانسه على حالتنا نحن اون طونك انديفيدو دون سيت سوسيتي لا بوزيسيون دو لوم دو لا كولتور دون سيت سوسيتي معناتها يطرح فما مشاكل معناتها نتصورهم اهم من نوري الجسد عريان ولا نوري طفله متعديه ولا